العصايل لأصحاب السمو والشوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المسائي المميز. نتابع صدارة، نتابع الحرم ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري حشيم من ياتينا على المركز الثاني، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة، بينما ثالث المراكز ياتيها ملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز الرابع يتواجد هنا مليح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن علي ابو نواس، وعلى خامس المراكز الصعب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة، من ياتينا خامسا وسادس المراكز مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مبارك بن عيسى لمطيوعي، من يتواجد ابو محمد في هذه الانطلاقة على سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع الحر لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة في تضميرة، وهناك صغان سمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي كاسب بن سالم بن بصافري، من ياتينا بهذا الانطلاق المميز على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع مساح سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن عتيق بن عمير العميمي، وعلى المركز العاشر يتواجد مصيحان سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع يمعة بن عبيد بالدبيلة الفلاسي في التضمير. هذه هي نتائج للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة في هذه اللحظات الصعب على المقدمة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد مطر بن محمد بالضبيعة، من ياتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ينطلق بالأداء، ينطلق بالتحدي، ينطلق بالإثارة، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وثاني المراكز مساح، من ياتي على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة محمد بن عتيق بن عمير العميمي. المركز الثالث وحشيم في المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سيف بن أحمد بن خريدة، ولكن هنا نعود مع التحدي بين الصعب وبين مساح، الصعب ومساح في صراع للفوز وللناموس، يا سلام الصعب ومساح، مساح والصعب، الله الله، الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام، كما أيضا هذا المنظر أيضا في شوط المهجنات الأول يتكرر في شوط المهجنات الثاني، نفس المنظر ما شاء الله، هنا بين مساح وبين الصعب، مساح والصعب يسلوم الله اللحظات الأخيرة، مساح والصعب، الصعب ومساح، مساح والصعب، مساح، مساح تسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز مساح بالمركز الأول، تهانينا لمحمد بن عتيق بن عمير العميمي. المركز الثاني الصعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة، بينما المركز الثالث يأتينا حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع الحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس حملول لسمو الشيخ مكتوم حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا لمساح، قاطع مسافة إذن 8 كيلومترات في 13 دقيقة 36 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية لمحمد بن عتيق بن عمير العميمي على هذا الفوز الجميل، بينما المركز الثاني الصعب 13 دقيقة 36 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا المطر بن محمد بالضبيعة ثالث المراكز مشاهدينا
الكرام لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس الذي وصل على المركز الثالث حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المختوم بقيادة سيف بن أحمد بن خليدة. 3 دقيقة 52 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.